قبل أن نبدأ بس حاب أحكي لكم أني فتحت حساب تيك توك رح أحمل فيه فيديوهات توب 10 قصيرة، الرابط بالوصف، أتمنى تشيكوا عليه بعد ما تشوفوا هالفيديو. من أول ما بدأت وسائل الترفيه الرقمية في العالم مثل المسلسلات والأفلام والكرتون، وصرنا نشوف أحياناً أشياء أو أحداث بتصير فيهم وبعدين بتصير نفسها بالضبط بالحقيقة. وأشهر مثال عنا هو كرتون The Simpsons، يا ما توقع أشياء وصارت بالمستقبل بالحرف مثل ما توقعها الكرتون. بس اللي ما بتعرفوه إنه مو بس الأفلام والمسلسلات والكرتون، لا بل حتى ألعاب الفيديو، في كثير أشياء صارت بألعاب الفيديو وبعدين صارت نفسها بالضبط بالحقيقة. فبهالفيديو جايب لكم 10 ألعاب فيديو تنبأت بالمستقبل، وصدقوني راح يخوفكم هالفيديو من كثر دقة التنبؤ بالمستقبل اللي صارت بالألعاب. فيلا خلينا نبدأ. بس قبل أن نبدأ حاب أعلن عن الفائز بآخر giveaway على PlayStation 5، كان على آخر فيديوهين توب 10 والفائز معنا هو زيكو أدف، إن شاء الله ألف مبروك. والgiveaway الشهري الجديد على سماعة أسترو A10 Generation الثاني، هاي السماعة مخصصة للألعاب وبتتميز بصوت محيطي جدا رهيب، والسماعة مبنية من مواد عالية الجودة فمستحيل تنكسر معاه. فالgiveaway على هالسماعة وعلى كنترولر من شركة أسترو، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليهم كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك اي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاك. وهذا الفيديو برعاية اكبر منصة تداول عملات رقمية في الشرق الاوسط، تطبيق رين. منصة رين بتدعم فوق 60 عملة رقمية، منهم عملات معروفة مثل البيتكوين والإثيريوم، ومنها عملات تم إضافتها حديثاً على المنصة نفس اليوني سواب والفانتوم وعملة الستيلر وغيرها كثير من العملات. وفي كثير أشياء بتميز منصة رين عن غيرها من المنصات، مثلاً رين مرخص من البنك البحريني المركزي، ثانياً رين عندهم خدمة عملاء 24 ساعة على مدى أيام الأسبوع، وثالثاً بتقدر تودع وتسحب فلوس عن طريق التحويل المصرفي من رين بعملة الدولار أو بعملتك المحلية. ومن جديد ضافوا خاصية بتخلي تبادل العملات جدا سهل، فيلا روح حمل برنامج رين الآن، ولو حملته باستعمال الرابط الموجود بالوصف فرح يعطوك 30 دولار مجانا عشان تبدأ فيهم التداول. ولما تعبي بياناتك وتسوي الحساب فعملية تفعيل حسابك ما رح تاخد أكثر من 3 ساعات، فيلا روح حمل من اللينك الموجود بالوصف ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. في المرتبة العاشرة لعبة Fallout 3 تنبأت بحادثة ضخمة رح تصير وفعلا صارت، وكانت دقة في التنبؤ جدا مخيفة. لعبة Fallout 3 نزلت عام 2008، فأحد المهمات في اللعبة وانت عم تلعب تشتغل إذاعة راديو ورح تقدر تسمعها، وفجأة بيتم مقاطعة إذاعة الراديو بأصوات غريبة. اللاعبين اكتشفوا بعدين انه هالأصوات هي عبارة عن مورس كود، واللي هو طريقة إرسال رسائل مشفرة. المهم اللاعبين قدروا يترجموا هالأصوات الغريبة اللي عم تطلع بإذاعة الراديو، وطلعت معهم أرقام وبعدها رسالة. الأرقام هي 9454202010، والرسالة بتقول إنه صار في حادث ضخم في ناقلة نفط بالمحيط وعدة أشخاص ماتوا، وبعد سنتين من نزول اللعبة صارت حادثة انفجار أكبر ناقلة نفط بحرية في العالم المعروفة باسم Deep Water Horizon. هذه الحادثة عملوا عليها فيلم من كثر ما هي ضخمة، فوق 100 مليون جالون من النفط تسرب في البحر، 11 شخص مات من الحادثة، وفوق 200 ألف من الكائنات الحية ماتت بسبب هالحادثة، والمنطقة اللي صار فيها الانفجار خلاص تلوثت بالنفط للأبد. طيب شو دخل لعبة Fallout 3؟ صحيح انهم قالوا عن انفجار ناقلة نفط، بس مو شرط قصدهم على هذا الانفجار بالتحديد، صح؟ لا غلط. متذكرين الأرقام اللي ذكروها بالشيفرة السرية؟ آخر 7 أرقام هي تاريخ حدوث الحادثة بالضبط، اللي هو 20/4/2010، جابوا التاريخ بالضبط، وأول 3 أرقام جدا قريبة من الوقت اللي صارت فيه الحادثة اللي هي 9/4/5. الحادثة صارت ساعة 9:55، أي بعد 10 دقائق من أول 3 أرقام. يعني اللعبة تنبأت في الحادثة من قبل سنتين من حدوثها وجابت التاريخ والوقت صح. لا
وكانوا كاتبين بالرسالة باللعبة انه صار انفجار ناقلة نفط وعدة اشخاص ماتوا. في المرتبة التاسعة في عام 2001 نزلت لعبة توم كلانسي جوست ريكون. قصة اللعبة انه روسيا قررت تغزو دولة جورجيا. جورجيا هي احد الدول اللي موجودة على حدود روسيا، فقررت روسيا انها تغزوها، يعني نفس اللي صاير حاليا مع اوكرانيا. وبتلعب باللعبة بالجيش الامريكي اللي راح يساعد جورجيا في قتال روسيا. واحداث اللعبة في القصة عام 2008، اللعبة نزلت عام 2001 بس احداث القصة والحرب عم تصير بعام 2008. والشيء المجنون انه بعد 7 سنوات من نزول اللعبة، اي في عام 2008، هذا الشيء صار حرفيا. روسيا قررت بغزو جورجيا وصارت حرب بينهم. يعني اللعبة في عام 2001 تنبأت انه في حرب رح تصير بين روسيا وجورجيا، وتنبأت انه الحرب بعام 2008، وهذا الشيء صار بالحرف. الفرق الوحيد انه بقصة اللعبة امريكا وجورجيا وحلفائهم فازوا على روسيا وحرروا روسيا من الحكم الشرير اللي فيها، بس اللي صار بالحقيقة انه روسيا هي اللي فازت واستولت على ربع اراضي جورجيا الى يومنا الحالي. في المرتبة الثامنة في امريكا، اشهر رياضة عندهم هي كرة القدم الامريكية، وعندهم بطولة بتصير كل سنة للعبة اسمها السوبر بول. وفي لعبة فيديو من شركة EA مخصصة لهالرياضة واسمها مادن. وفي كل سنة قبل مباراة النهائي للسوبر بول، لعبة مادن بتسوي محاكاة للمباراة النهائية، والهدف من المحاكاة انها تتنبأ بنتيجة المباراة. والمحاكاة بتصير عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي في اللعبة. فبعام 2015 كانت مباراة سوبر بول بين فريق نيو انجلاند وسياتل، ومحاكي لعبة مادن توقع انه فريق نيو انجلاند رح يفوز بنتيجة 28-24 لفريق سياتل، وتوقع انه جائزة افضل لاعب بالمباراة رح تروح للاعب توم بريدي، وجائزة افضل هدف رح تروح للاعب جوليان. وكمان توقع انه بالشوط الاول فريق نيو انجلاند رح يكون خسران ورح يكون جايب 14 جول بس بالشوط الثاني رح يعوض ويجيب 28 جول ويفوز المباراة. والشيء المجنون انه صارت المباراة بعد اسبوع من المحاكاة، وكل شيء توقع المحاكاة صار بالحرف. فريق نيو انجلاند كان خسران بالشوط الاول، جاب 14 جول بس مقابل 24، بس بالشوط الثاني عوض وجاب 28 جول وفاز المباراة. اللاعب توم بريدي فاز بجائزة افضل لاعب، واللاعب جوليان فاز بجائزة افضل هدف. شيء جدا مجنون كيف ذكاء اصطناعي بلعبة فيديو توقع بالحرف كل شيء رح يصير بالمباراة. في المرتبة السابعة عام 1999 نزلت لعبة بوكيمون جولد اند سيلفر. في هاللعبة تم إضافة بوكيمونات جديدة ما كانت موجودة قبل بألعاب بوكيمون، ومن أحد البوكيمونز الجدد هذا اللي شايفينه قدامكم، اللي هو عبارة عن حلزون ناري، القوقعة تبعه من حجر عم يطلع منه نيران. وفي قصة اللعبة هذا البوكيمون بيعيش بجانب الحمم البركانية لأنه بيستحمل درجات حرارة عالية جدا. وبعد سنتين من نزول اللعبة أي عام 2001، العلماء اكتشفوا نفس هالمخلوق موجود بالحقيقة. اكتشفوا حلزون بقوقعة حجرية مصنوعة من الايرون سولفات، وبيعيش بجانب الحمم البركانية اللي موجودة بقاع المحيط الهندي. ايوه، اللي ما يدري في براكين جوا المحيطات. يعني هذا الكائن تقريبا هو نفسه اللي موجود بلعبة بوكيمون واللي نزلت قبل سنتين من اكتشافه. بس بكل صراحة العاب بوكيمون بيخترعوا كتير مخلوقات باشكال الوان متنوعة، فكان من المتوقع انه يكتشفوا مخلوق بالحقيقة ويكون في منا بوكيمون قبل. في المرتبة السادسة عنا لعبة Mercenaries 2. هاللعبة ذكرتها قبل بفيديو ألعاب منعت بدول بأكملها. اللعبة نزلت عام 2008 ووقتها تم منعها في دولة فنزويلا، وقرار منع اللعبة وقتها إجا من رئيس فنزويلا بنفسه اللي هو هيوغو شافيز، وكمان حاول يمنعها في دول ثانية مو بس في فنزويلا. طيب ليش كذا حاقد على اللعبة؟ خلني اشرح لكم. اللعبة نزلت عام 2008 بس كانت
أحداثها بعام 2010، وقصة اللعبة أنه بعام 2010 رئيس فنزويلا بيقرر أنه يستولي ويسرق جميع ناقلات النفط الأمريكية اللي موجودة في بلده، وسعر الوحدة منهم بمليارات الدولارات. وأنت بتلعب بجندي مرتزق من أمريكا مرسول عشان يدمر ناقلات النفط اللي سرقها. فهذا بالمختصر قصة لعبة Mercenary 2 اللي نزلت عام 2008. وفي عام 2010 هذا الشيء صار بالضبط بالحقيقة، رئيس فنزويلا استولى على جميع ناقلات النفط الأمريكية، ووقتها صارت مشكلة سياسية جدا كبيرة بين أمريكا وفنزويلا، وأمريكا عملت عقوبات اقتصادية على الدولة ودمرت اقتصادها. فكيف لعبة Mercenary 2 اللي نزلت عام 2008 توقعت هذا الشيء رح يصير بالحرف بعام 2010 وفعلا صار بنفس السنة؟ فشكله رئيس فنزويلا كان حاقد على اللعبة ومنعها في دولته لأنه فتحت كل مخططاته، أو ممكن شاف قصة اللعبة وعجبته وقال أوه خلني أسوي هالشي بالحقيقة. في المرتبة الخامسة لعبة Assassin's Creed Origins نزلت عام 2017، وأحداث اللعبة كانت في مصر القديمة، يعني على وقت الفراعنة والأهرامات، ومصممين اللعبة صمموا الأهرامات من الخارج والداخل بشكل جدا دقيق وقريب للواقع. بس أحد اللاعبين اللي مهتم في الأهرامات ويعرف تصميمها انتبه أنه بهرم الجيزة، الهرم الأساسي باللعبة، في غرفة سرية ما لها موجودة بالحقيقة. يعني مطورين اللعبة ضافوا غرفة سرية بالهرم، بس بالحقيقة هالغرفة مو موجودة. وبعد أقل من أسبوع من نزول اللعبة الباحثين اكتشفوا أنه في غرفة سرية في هرم الجيزة بنفس المكان اللي موجود في اللعبة. يعني اللعبة توقعت أنه في غرفة سرية هنا في الهرم قبل ما الباحثين يكتشفوها اصلا. وفي مذيع العاب من موقع بوليجون عمل مقابلة مع مطورين لعبة Assassin's Creed وسألهم على هالسؤال، سألهم انه كيف اكتشفتوا ان في غرفة سرية هنا. قالوا في كل بساطة انه في باحث مهتم في الاهرامات كتب مقال انه كيف في غرف سرية بالاهرامات لم يتم اكتشافها الى الان. فمطور اللعبة قرأ مقالة واقتنع انه فعلا في غرف ما اكتشفوها، وقرر يضيف غرفة سرية من عنده باللعبة، وبعدين تم اكتشاف بعد اسبوع انه فعلا في غرفة سرية بالهرم ما اكتشفوها الى الان. في المرتبة الرابعة عنا لعبة Homefront. اللعبة نزلت بعام 2011، بس قصة اللعبة انه بعام 2012 اي بعد سنة من نزولها راح يموت رئيس كوريا الشمالية اللي هو كيم جونغ إل، وراح يجي للرئاسة ابنه اللي هو كيم جونغ أون. وهذا الشيء صار بالحرف بعد سنة من نزول اللعبة. ببداية عام 2012 مات رئيس كوريا وإجا ابنه على الرئاسة كيم جونغ أون. الحين من المتوقع أنه لما يموت رئيس كوريا الشمالية ابنه رح يجي على الحكم، الكل متوقع هالشي. بس الشيء المفاجئ كيف توقعوا السنة اللي رح يموت فيها؟ هو ما كان مريض ولا عنده أي مشاكل صحية، لا مات بنوبة قلبية مفاجئة، وفعلا هذا اللي صار بالحرف. المهم بالقصة بعدين أنه رئيس كوريا الشمالية اللي هو الرئيس الحقيقي الحالي بيصير يطور أسلحة نووية عشان يقوي من نفسه ومن جيشه، وهذا حرفيا اللي قاعد يصير الآن. وبعدين بعام 2027 كوريا الشمالية راح تغزو كوريا الجنوبية وراح يصيروا دولة كوريا العظمى، بعدين راح تنضم إلهم اليابان، وبعدها راح يغزو أمريكا وتصير حرب عالمية ثالثة. فعام 2027 قريب، بعد 5 سنوات، خلنا نستنى ونشوف، الله يستر. في المرتبة الثالثة في عام 2017 وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اكتشفوا مجرة بالفضاء تبعد عن مجرتنا 40 سنة ضوئية، يعني تعتبر قريبة على مجرتنا، وهالمجرة فيها 7 كواكب بيشبهوا كوكب الأرض، يعني فيهم مياه وممكن يكونوا صالحين للعيش. طيب شو دخل ألعاب الفيديو؟ في لعبة الفضاء اللي ذكرتها كتير بفيديوهات توب 10 قديمة اللي هي لعبة Elite Dangerous. هاي لعبة حروب في الفضاء وفيها عدة مجرات، بس اللي بيميز اللعبة انه الفضاء فيها مبني على ابحاث ودراسات علمية حقيقية. فالمهم هذه المجرة اللي اكتشفوها ناسا موجودة بالكامل بداخل لعبة Elite Dangerous، واللعبة نازلة عام 2014، اي قبل 3 سنوات من اكتشاف ناسا. في اللعبة في مجرة
قريبة على مجرتنا، تبعد بحدود 40 سنة ضوئية، وفيها 7 كواكب صالحة للعيش وبيشبهوا كوكب الأرض وفيهم مياه. الفرق الوحيد انه المجرة اللي في اللعبة بعض الكواكب لهم اقمار، بينما المجرة اللي اكتشفتها ناسا ما في اقمار. هذا الفرق الوحيد. مطور اللعبة بس شاف اكتشاف ناسا عام 2017 قرر يضيف هالمجرة للعبة، بعدين تفاجأ انه هالمجرة اصلا موجودة بلعبته وهو ما يدري. كيف هذا الشيء؟ هو باني خوارزمية او ذكاء اصطناعي بيسوي مجرات وكواكب داخل لعبة بشكل تلقائي، وهالخوارزمية او الذكاء الاصطناعي بانيها على اسس وابحاث علمية، فسوت هالمجرة اللي بعدين اكتشفوها ناسا ب 2017. في المرتبة الثانية، على نهاية عام 2018 نزلت لعبة سبايدر مان على البلاي ستيشن 4. في احداث قصة اللعبة في شرير اسمه مستر نيجاتيف، وهذا الشرير بيسرق فيروس من مختبر اسمه ديفل بريث، وبينشر هالفيروس بمدينة نيويورك، وهالفيروس بيسبب للناس ارتفاع بالحرارة، ضيق نفس، والتهاب رئوي، وبتصير تشوف الناس كلهم لابسين كمامات، وبصير في حجر منزلي، ممنوع اي واحد يطلع من بيته، وبيصير كثير ناس بيموتوا من الفيروس، وبتلاقي سيارات اسعاف بكل مكان، وبتلاقي لوحات في الشارع خلك في البيت ولا تنسى تعقم ايديك دائما. يعني اللي صار في اللعبة نفسه صار بالحرف عالمنا الحقيقي بعد سنة من نزول اللعبة بعام 2020 مع الوباء اللي انتشر واللي كلكم تعرفوه، بس ما اقدر اقول اسمه عشان اليوتيوب. شيء جدا مجنون، انصحكم تروحوا تشوفوا مهمات للعبة على اليوتيوب، قارنوا بينها وبين اجواء الوباء اللي انتشر عنا، راح تلاقوا نفس الشيء بالضبط. وتذكروا اللعبة نزلت بنهاية 2018، قبل ما نسمع عن الوباء وقبل للناس يلبسوا كمامات بالشوارع أو أي شيء من هالقبيل. والشيء المجنون إنه الشرير اللي نشر الفيروس اللي اسمه مستر نيجاتيف أصله صيني من الصين، وأظن كلكم تعرفوا الوباء اللي انتشر عنا من أي بلد طلع. Global pandemic, end of the world, that kind of thing. في المرتبة الأولى ما عنا لعبة ولا لعبتين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا بل عنا عدة ألعاب اتنبأت بالمستقبل وطلع صحيح، والرابط بين هالألعاب إن كلها من مطور واحد اللي هو هيديو كوجيما، مطور سلسلة ألعاب متل جير. خلني أذكر لكم شوية من التنبؤات اللي ذكرها في ألعابه. أولا في لعبة متل جير 2 سوليد سنيك اللي نزلت عام 1990، قصة اللعبة إنه النفط أو البترول خلص من العالم، وصار كل الدول تشن حروب على بعض عشان النفط المتبقي، بس في شركة سرية بتقدر تطلع نفط وبترول من الطحالب اللي موجودة بالبحر. على وقتها كان هذا الشيء مستحيل، كان فقط خيال علمي لا أكثر. وبعد 22 سنة ب 2012 العلماء قدروا يطلعوا نفط وبترول من الطحالب بالفعل، نفس ما توقعت اللعبة عام 1990. وفي لعبة ثانية نزلت عام 2001 اللي هي Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty، تقدر تشوف انه الجيوش بالحروب بيستعملوا طائرات الدرون. على وقتها بعام 2001 ما كان في طائرات الدرون بالحرب ابدا، متى تم استعمالها اول مره؟ بعام 2012، اي بعد 11 سنه من نزول اللعبه. وكمان بنفس الجزء قال انه الحكومه الامريكيه عندها نظام او جهاز بيراقب كل مكالمات الناس، كل شيء بينحط على الانترنت بيراقب كل شيء. وبعام 2017 بالحقيقه في شخص من وكاله الاستخبارات الأمريكية اسمه سنودن انشق عنهم وهرب لروسيا، وسرب انه فعلا في نظام اسمه إيشلون تابع للاستخبارات الأمريكية وبيراقبوا فيه كل كلمة، كل شيء بينحط على الانترنت بالحرف. واخر شيء في لعبة Metal Gear Revengeance بيكون في شخص مرشح ليصير رئيس أمريكا، بس شرير وعنصري وبتتقاتل معاه، وهو عم يتقاتل معاك بيقول جملة Let's make America great again، او رح خلي أمريكا عظيمة مجددا. Make America great again! What the hell are you? وبعد أقل من سنة دونالد ترامب ترشح لرئاسة أمريكا، وهذه الجملة كانت جملته الانتخابية وفاز برئاسة أمريكا. وفي كثير أشياء ثانية تنبأها هيديو كوجيما في ألعابه، ذكرت لكم فقط مثال بسيط. فأي شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، شاركونا بالتعليقات شو أكثر تنبؤ بالمستقبل صار خوفكم، أتمنى تكتبوا لنا هالشيء بالتعليقات. وبس كلمكم شركيال وشركة كيش، كم دي هذا الثاني إن شاء الله.
مع السلامة.